تلعب لمصلحة نادي السد الآن أمامية مثالية جدا في منطقة الجزاء خطيرة تلعب لمصلحة نادي السد الآن أمامية تلعب لمصلحة نادي السد الآن أمامية مثالية جدا في منطقة الجزاء خطيرة زودها بالريس تلعب لمصلحة نادي السد الآن أمامية Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.